كل خير. نحمدك ربنا يا خالقنا، اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى ولك الحمد في الملأ الأعلى. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. عباد الله، إن هذا يوم عيد، إن هذا يوم فرح، إن هذا يوم نعمة من الله سبحانه وتعالى، خالق الكون ورافع السماء بدون عمد، والذي بسط الأرض وأجرى فيها أنهارها وجعل فيها نعامها سبحانه وتعالى. عباد الله، نذكر الخالق سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بهذه النعم، فربنا سبحانه وتعالى من أعظم النعم الذي أعطانا نعمة الدين. عباد الله، نعمة الدين نعمة كبرى ونعمة عظمى، ومعظمنا يظن الدين في العبادة، لكن الدين عباد الله في أربع أنواع: الدين في المعاملة، الدين في المعاملة، والدين في المعاشرة، والدين في الأخلاق، ثم الدين في العبادة. فنحن في يوم عبادة، هذه العبادة التي من بينها التقديم التضحية والأضحية إلى الله سبحانه وتعالى، فعليك عبد الله أن تقوم بهذه الشعيرة وهذه السنة المؤكدة التي أكدها علينا وبدأ بها سيدنا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، الذي الله سبحانه وتعالى سماه بخليله. خليله، لماذا كانت الخلة بين سيدنا إبراهيم والله سبحانه وتعالى؟ لأنه كان مطيع، لأنه كان لا يغفل عن أمر ربه، حتى جاء الأمر لأن يذبح ابنه، فكان مطيعا هو وأهله وذويه. فبذلك هذه السنة من ذلك الرجل الذي يعتبر أبي الأنبياء إبراهيم الخليل. وكل الناس عليهم أن يعرفون أن الدين واحد، نحن مسلمون وكل الناس مسلمون لله الواحد القهار، كلنا مسلمين لله الخالق، كلنا مسلمين ليوم البعث،
وكل ما المسلمين للحياة والموت ليس فينا واحد يخرج عن ترتيب الرحمن عن ترتيب الله سبحانه وتعالى أننا إنا لله وإنا إليه راجعون. يأتي يوم ونرجع إلى الله، يأتي يوم ونعود إلى الله سبحانه وتعالى. فعباد الله، علينا أن نهتم بالمعاملات بيننا وبين كل الناس، فلا يخص فقط، بل المعاملة كل الناس، معاملة مع الجيران، معاملة مع الناس، معاملة مع المسؤولين، معاملة مع أهل هذا البلاد، وكذلك نمشي بينهم بالأخلاق العالية، أخلاق الإسلام، أخلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعبد الله، والعبادة تتعلق بكل فرد مع ربه. العبادة تتعلق بك يا فلان ويا أحمد ويا علان، وكل واحد يعبد الله بطريقة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحاسب الآخرين كيف أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك نعاشر أهلنا وذوينا بعشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهله وذويه وجيرانه، وأقول جيرانه، وهذا يوم عيد، فإذا عيدك لم تخرج منك أخلاقا ترضي الناس جميعا فقد آتمت وقد أدنيت. فعليك عباد الله، فعليكم عباد الله أن تظهر الأخلاق الحسنة في هذا العيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، كما قلنا الدين الأخلاق، الدين الأخلاق مع كل الناس، والدين مع القريب والبعيد، والدين في الأخلاق كذلك مع الجيران، وما كذلك مع الناس أجمعين. فعليك عبد الله أن تكون مخلقا بأخلاق رسول الله، وكذلك أن تكون من عباد الله المخلصين. هذه الشعيرة وهذه العبادة التي تقدمها إلى الله، عليك أن تكون حلالا طيبا من مالك الذي اكتسبته من حلال. وكذلك الأضحية ليس لأكل اللحم، بل أضحية لكي نفرح الفقراء والمحتاجين، ولا ننسى جيراننا أننا نطعمهم من هذه الأضحية. فعليك بسنة رسول الله أن لا تأكل من هذه الأضحية إلا الثلث، والباقي يكون في سبيل الله. Fratelli miei, oggi siamo in festa, è un grande festa. Questa festa è delle radici di nostro padre Ibrahim Khalil alayhi salatu wassalam. Hada Nabi, questo Nabi, che lui era ordinato che va a fare qurban, per fare taqarrub ila Allah, per avvicinare Allah. Allah ha ordinato a lui che prende suo figlio per scorciarlo. Era una cosa troppo difficile, però lui è sottomesso all'ordine di Allah, è andato e ha ordinato suo figlio che mi viene un ordine di Allah che deve scorciarti. E il figlio era pronto pure lui. Perché? Perché anche l'imani, del livello dell'imani del figlio era ancora come l'imani del padre. Allora ha detto: io sottomesso alla legge di Allah, fai quello che ti ha ordinato Allah. E da quello si è messo in prova il suo Nabi. Allora era pronto, Allah subhanahu wa ta'ala l'ha portato un sacrificio che era un montone che ha vissuto dentro il Jannah. Allora questa qui è una sunnah, è una ibadah, fa parte di nostro din. Però fratelli, l'ibadah, il din non è solo ibadah, ma il din è pure mu'ashara, o il din pure akhlaq, o il din pure mu'amala. Allora quello che fai tra te e le altre gente, quelle che vendi e comprare, quando vai a pesare, questo si chiama din. Quando lo fai corretto, anche quando ti comporti bene con la tua famiglia vicina, con i tuoi figli, con la tua moglie, con tuo padre e tua madre, questo anche fa parte di din, fa parte della religione. La religione non solamente che vai a pregare o vai a fare il pellegrinaggio o vai a fare il Ramadan. Questo è una cosa
passata su di te, non è per gli altri, questa è una cosa individuale. Allah ha ordinato a te che fai questa cosa, ma agli altri che vieni del tuo Dio, che cosa avranno come sacrificio o come un dono da te per il tuo Dio. Allora loro aspettano da te l'educazione da un umano giusto, corretto, col vicino, col musulmano, col non musulmano, con tua figlia, con tuo figlio, con tua moglie, col vicino di casa, con tuo padrone, con questa nazione. Anche questa nazione ha bisogno che tu fai il tuo din con loro, perché siamo fratelli ospiti a questo paese. E questo paese ha aiutato tanto, noi dobbiamo anche comportare da generose, dobbiamo pulire questo paese come noi, il nostro paese. Dobbiamo comportare dell'educazione giusta a questa nazione, come si comporta con mia famiglia. E poi pure fare un lavoro corretto, giusto, come se lo faccio per me stesso. Per questo qua, fratello, noi siamo in questa festa. Allora la festa tua, se no la gente vicino te non hanno trovato felicità con te dentro questa festa, vuol dire che questa festa manca l'educazione della Sunna, manca Sunnata Rasulullah, manca Sunnata di Sayyid al-Anbiya al-Mursalin. Fratelli miei, noi chiediamo Allah subhanahu wa ta'ala che aiuta tutta l'umanità, che aiuta tutta l'umanità a passare questo problema, questa epidemia, e crediamo del Signore che aiuta tutti quanti a essere vicino uno all'altro, aiutare uno all'altro. Allahumma subhanahu wa ta'ala nas'al minhu subhanahu wa ta'ala an yarhamana rahmatan wasi'a. Allahumma aghfir lana, Allahumma aghfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma tub alayna, Allahumma ihdina wa ihdi bina waj'alna sababan liman ihtada, Allahumma ij'alna hudatan mahdiyin la dalin wa la mudillin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika rabbi min sakhatika wan nar wa na'udhu bika rabbi min sakhatika wan nar wa na'udhu bika rabbi min sakhatika wan nar. Allahumma arham an-nas jami'a, Allahumma irfa 'anna al-bala' wal waba', Allahumma irfa 'anna al-bala' wal waba', Allahumma irfa 'anna al-bala' wal waba' waj'alna min al-aminin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.